وشنطة الاجوان. وكأنه كلمة السر وليد سليمان. وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر. إنما وليد إيه؟ لعيب من اللعيبة اللي عندها حلول. في البداية طبعا ببارك للكابتن أسامة على البرنامج الجميل، كل الناس طبعا بتشاهد البرنامج وحاجة جميلة، ربنا يوفقك كابتن أسامة، أنت تسأل كل خير. طبعا أنا سعيد جدا إن في الناشئين عندنا تحت بيتكلموا عليا إن أنا مثل أعلى، ده حاجة يعني أنا فخور بيها، وأتمنى كل الناشئين تحت يكون عندهم هدف ويحاولوا يحققوه يوصلوا له. انا عايز اقول للناس ان يمكن ناس كتير ما تعرفش انا جيت للاهلي في اختبارات الناشئين مره واثنين وثلاثه، وكنت بوصل للاختبارات النهائيه وبمشي، ما كانش بيحصل نصيب، لكن كان عندي هدف ان انا اوصل النادي الاهلي صغير كبير، الحمد لله وصلت النادي الاهلي وكان حلم حياتي. بتمنى كل الناشئين ان هم دايما يحط هدف قدامه ويحاول يوصل له، مش من اول حاجه يقع او من اول حاجه يستسلم، لازم يحارب لاخر، زي ما احنا في الماتش اتعلمنا في النادي الاهلي في الماتش في اخر ثانيه بتحارب عشان تكسب، برضو انت لحد اخر نفس توصل لحلمك وهدفك جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي كيان كبير، اي حد يتمنى يكون موجود فيه ويستغل الفتره اللي هو موجود فيها كان في الناشئين، وربنا يكرمه ويتصعد فوق، دي هتفرق معاه كتير جدا، ويحاول زي ما قلت ان يحط هدف قدامه ان هو يوصل كمان يبقى مثل اعلى لفخر مصر محمد صلاح او اي لاعب تاني. نتمنى لكم التوفيق، واتمنى للكابتن اسامه التوفيق، وان شاء الله كل واحد يكون عنده هدف وحلم يحققه باذن الله. وانا صغير كنت دايما حاطط قدامي هدف، دايما بحلم ان انا اوصل للنادي الاهلي، بسمع كلام كل المدربين اتمرنت معاهم ان انا انام بدري، احافظ على نفسي، اتمرن كويس، احاول وانا قاعد حتى بعيد عن الكره احاول ان انا افكر في اللي انا هعمله تاني يوم في الماتش، هعمل ايه او في التدريب، دي كل دي حاجات بتخليك ان انت يعني زي ما بيقولوا بتجهز، دي بتجهز لبكره، زي مثلا بيبقى داخل امتحان وبيحاول قبل الامتحان بيوم بيذاكر او بيراجع، دي كلها حاجات انا لحد دلوقتي انا بعملها، يعني وانا كبير قبل الماتش بيوم او قبل الماتش بساعات ببقى قاعد بشوف احداث الماتش ممكن تبقى ايه، الماتش ظروفه ايه، فرقه تبقى بتلعب التحامات جامده، بتلعب على دفاع جامد، كل ده بحاول ان انا ببقى قاعد كده اراجع الماتش، ايه الاحداث اللي ممكن تيجي في الماتش عشان اكون مستعد لها او اكون مجهز لها، دي كلها حاجات طبعا هتفيدك كتير جدا. زائد ان انت لما يكون ليك مدرب، يعني حاول تاخد مدرب يكون قريب ليك، تحاول بعد كل تدريب تاخد بنصايحه، انا النهارده ايه اللي كان ناقصني في التدريب، انا النهارده كنت كويس، انا عايز اوصل اكتر من كده، ايه اللي انا اعمله، كل دي حاجات كويسه. زائد ان لو عندك نقص في عضلات معينه بحاول برضو تستفيد من مدرب او مدرب الاحمال تقول له انا اشتغل في الجزء البدني او الجزء اللي هو التقويات اشتغل ازاي، كل دي حاجات هتخليك ان انت تبقى دايما جسمك كويس، دايما ان انت هتساعدك في حياتك في الماتشات وفي التدريب، دي كلها حاجات طبعا، والاكل لازم تاكل كويس ولازم تحافظ على نفسك، دي كلها حاجات عوامل ان هي تنجحك. يعني موضوع ان انت تمضي على بيض او كده انت بتتقدر من النادي، انت بتلعب في منظومه كبيره جدا، اي حد في الشرق الاوسط يتمنى يكون موجود في النادي الاهلي. حتة الماديات دي دايما تحطها ان هي ده رزق بتاع ربنا، هيجي لك جوه النادي بره النادي هيجي لك في حاجة تانية بعيد عن الكرة، كل حاجة بتبقى رزق، حب الناس ده رزق، لما ربنا يرزقك تتجوز يبقى عندك أولاد ده رزق، لما يكون ربنا يخلي لك والدك ووالدتك ده برضو رزق، ربنا مخلي ناس كتير جدا حبايبك أصدقائك وانت صغير، ده كله ده رزق، يعني ما تحسبهاش دايما فلوس، احسبها دايما حاجات تانية، احسبها دايما تاريخ.
تاريخ وبطولات. انت لو ممكن تاخد في اي نادي تاني فلوس او تسافر بره تحقق فلوس بس مش تحقق بطولات. يعني لما تيجي تبطل مش هتلاقي نفسك تاريخ. التاريخ اهم من الفلوس. لما تقعد كده قدام اهلك واولادك تفتخر باللي انت عملته ببطولاتك بتاريخك بانجازاتك ده كل ده حاجات احسن من الفلوس. وزي ما قلت لك ان الفلوس هتيجي ان ده رزق مكتوب عند ربنا. فلوسك هتكون يعني دي حاجه هتجيلك يعني. لكن البطولات والتاريخ ده بيبقى صعب. وفي مقوله بيقول لك يعني يعني الفلوس سهل لكن البطولات يعني سهل تعمل فلوس بس صعب تعمل بطولات او تعمل تاريخ. دي حاجه انا يعني دايما بحب المقوله دي ان فعلا يعني سهل ان انا ممكن اعمل فلوس في اي حاجه لكن صعب ان انا اعمل تاريخ وبطولات غير من خلال نادي كبير زي النادي الاهلي. موضوع في الاخر طلع ان وليد سليمان خاتم سليمان. لا هو مش موضوع خاتم سليمان. هو انا خادم النادي الاهلي. المقوله دي فعلا ان لو كل واحد فعلا خادم للنادي الاهلي بيتعب هتلاقي ربنا يكرمك. يعني بتتعب في التدريب او بتتعب انك انت تحاول تبسط الناس او جمهور النادي الاهلي فعلا ربنا هيديك وهيديك من حاجات كده بتبقى صعبه جدا او ماتشات صعبه جدا بتلاقي ربنا يوفقك ويكرمك فيها. ان يعني ربنا قال كده يعني لما تتعب ربنا هيديك. يعني اتعب حتى لو حاسس ان انت في الماتش كل حاجه بعيده او كره بكسل او لا ما تكسلش. حاول يعني ممكن كره تكسل فيها لك لو ما كسلتش فيها بعد كده هتيجي جول او العكس تكسل فيها تيجي فيك جول بتشيلها من الجول. دي حاجات كلها يعني احنا مرينا بيها وشفتها كتير. لما بكسل في اوقات او ما بكسلش في اوقات ربنا هيديك. واتمنى التوفيق لكل واحد عنده طموح وكل واحد عنده هدف من خلال النادي الاهلي. واتمنى التوفيق للكابتن اسامه. وانا سعيد ان كنت موجود معاك النهارده كابتن اسامه. وليد سليمان وشنطة الإجوان وكأنه كلمة السر. وليد سليمان على طريق كريستيانو. وليد سليمان يلقي بكلمة افتتاح ويضع النادي الأهلي في المقدمة. وليد سليمان الورقة الجوكر. انما وليد ايه؟ لعيب من اللعيبه اللي عندها حلول.